هنا شحال هنا؟ 30 هنا نشاوي. السلام عليكم. السلام عليكم اخوان، كيداير بخير؟ نتمنى انكم تكونوا بخير وعلى خير. وكنتوا هنا السوق الاربعاء اليوم الاربعاء، ندور ان شاء الله نقول لكم الاجواء اللهم يسر الجميع. مازال السوق راه كيعمر اللهم يسر. هذه هادي هي تبارك الله تاع وقت سي سانات مالي وش اللي اخويا هادي الاولى اذا كان شي واحد غيجي يتقدم عندي جوج طيار ولا ثلاثه طيار نبيع لي هاد النتوما هادوك ثلاثه طيار، اما واحد غادي يجي غير يوقفني انا في هاد النت ويشري من عندي بوحده ما نبيع انا يعني اللي غياخذ ما عندكش طول عطا تعدي ديك النتوه ديال ديك الخطره تاع هي نتوه مليحه شوف خوتنا في الله السيد دا من عندي ما عادش 4 الفراخ راه بعتها لي تبارك الله دابا راه قربات تجمع عندي. بالنسبه للطائره ماشي ديالك خويا هادي ديالك ديال المولى ديال المولى طال فيه 800 ان شاء الله راه مازال لك بان شي طير مليح كيصون راه نسجلوه للاخوان ان شاء الله. بالنسبه للنمره خويا هادي 066 58 76 76 راه كاينين طويرات اخرين ما بقى الجو شويه بارد وبغيناش نعرف اه بما ضربات الشمس ان شاء الله ندورو ندير لهم شي فيديو دير عندنا شي زياره للمحل ان شاء الله ان شاء الله نولعوا الاخوان اللي بغى شي حاجه مرحبا الله يهديك خويا هادي اللهم يسر. طالب 4 سنين داك الجبل اللي فيه شي واحد طاشه بيضه في الطاشه واش كان شويه ولا شي العام الثمن ديالو شحال قلنا؟ 1500 النمره تخليها ما تخليهاش اللي بغى شي حاجه السوق ياك ها 06 15 73 45 56 اللي بغى شي حاجه النمره ولا ميسر الجامعه بخير صحه الله يحفظك اللهم بارك شغل اخفاص. بالنسبه للقبيه زاد راه تقدر تحطو يعني دير لي على شي تحط ويتلاق اللي بغى يعلق واللي بغى يحط ياك يعني راه دير لي السيكور مقدم صيبات ناضين تلقى صيبات ديال مصيبات من عندي يعني تلقى صيبات شحال صيبات ناضين هادو واش كاين هاد الالوان ولا كاين شي الوان مغير؟ لون بغا بالاحمر بغا بالازرق بغا بالاصفر اي لون والعبارات اخويا كبر من هذاك ديال يعني كبر من ديال العادي لا قلت لك واش العبارات كاينه هاد العبارات نفس العبارات
الثمن ديالهم شحال هادو؟ الثمن ديالهم كيبقى 170. الثمن ديالهم هو 170. الرزاب عندهم في الجنب. الرزاب في الجنب. بيسي كلاس لتحت والعلافة تاهي بيسي كلاس. اش بدا بالعلافة شي شيء؟ العلافة بيسي كلاس. قلت لي راه أي لون بغى أي واحد راه كاين غير العبارة نفس كاين هاد العبار ياك. كاين هاد العبار. الثمن ديالهم قلنا. الثمن ديالهم هو 170 بالنسبة للنمرة. صفر سبعة سبعين 44 12 72 اللي بغى شي حاجة النمرة والله ما يسير الجميع الله يحفظك الله يحفظك الله يحفظك الله ما يسير السلام عليكم شلونك خير اللهم بارك قلنا هذا الباناشي في المار باناشي في المار ونشوه اشوارك الله طالع في واحد الكولور شادي دابا كوبل ولا كوبل النشوة كتصفي شويه النشوة باقا كتصفي الثمن ديالهم شحال هادو 300 دابا جويجه واش كيبقاو كيبقاو في هذيك النقاط اه شحال بحال هكا بالنسبة لنا الكنار تعود كورة تعود كورة تعود كورة كلشي تيك كلشي واجد الثمن ديالهم شحال؟ الكورة 120 درج الكورة 120 تعود 8 تعود 8 بحال بحال بالنسبة للمنظرة؟ المنظرة 100 درهم بربعة جوج كوبلات 25 درهم 25 درهم بياس هذا كيير كيير في الريح هذه الثمن ديالو شحال؟ 130 130 درهم أنا واحد كوبلة ديال 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 بيروش. ديال بيروش عندها 4 الوليدات ديالها بتسجل عندها 4 الثمن ديالها 200 درهم 200 درهم عندها 4 الولاد وقفزها الخبوز ماشي ديالها لا وقفز ديالها في صندوق صندوق بالنسبة للنمرة 0 السوق 57 96 12 17 اللي بغا شي حاجة النمرة والله ما يسر جامد هنا 30 هنا نتاوي ياك هنا قلنا كاين هنا نتاوي الكورة كاينة الكورة غادي يكون الكورة شحال واصلين؟ الكورة 120 110 120 110 غادي يكون السبت الحد ان شاء الله اعطيني النمرة اعطيني النمرة 0 6 50 50 92 92 32 0 7 38 0 7 اللي بغا شي حاجة النمرة تكون السلعة ان شاء الله ان شاء الله الله ما يسير وطواب السلام عليكم كيف حالك؟ خير الله يحفظك اللهم بارك هادو شحال عندهم هادو؟ هذا 4 سنين جدار ولا ولد؟ جدار الثمن ديالو شحال؟ 600 الثمن ديالو هو 600 غرام وعقالة وصايب غرام وعقالة وصايب بالنسبة لهذا؟ هذا ولد عنده شامبوز عنده 7 شهور 7 شهور الثمن ديالو شحال؟ 500 درهم الثمن ديالو 500 بالنسبة للنمرة؟ 0 6 60 33 43 سير اللي بغى شي حاجة النمرة والله ما يسير الجميع الله يحفظك الله ما يسير هو سير تقابل معاهم تقابلنا كاين هذا هو هذا شحال عنده هذا؟ عنده 14 عنده ولد عام ولد عام الثمن ديالو شحال؟ 600 درهم 600 البيع هذاك؟ بالنسبة للنمرة العمية نعاودوها؟ هي 0 6 60 33 49 سير اللي بغى شي حاجة النمرة والله ما يسير الجامع الله يحفظك اللهم بارك تباع هذا تباع الفروج ياك تباع الفروج باقي تباع 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 امولا امولا وري الناس وري المشاهدين الله يرحمك شحال تباع هذا هذا شحال تباع هذا وديالنا هذا شحال تباع هذاك 120 120 درهم اشبارك الله راه شقيت شهامة شي رفيسة هذا سير الله ما يسير بالنسبة للدجاج هنا دجاج خويا هادي هذاك راه قبيحة شي في الدار هذا هذا الدار باش الشيء هذا خويا هذه 60 درهم هذه 60 هذه 90 درهم هذه 600 درهم هذه 600 هذه شويجه نيغريسو هذا شويجه نيغريسو
هادو ما يجيوش رفيسه ياك؟ لا ماشي ديال رفيسه هادوك اخويا، هادو ديال شي كادو ولا شي عراسيه بان باغي تولع بالسطح، يزوق العوينات. شحال هاد الفيديو ما شاء الله باغي يخدم؟ بالنسبه للنمره صفر 6 هادو السير 84 12 36 36 اللي بغيتي حاجه النمره اللهم يسير الجامع. قلنا هنا راه كاينه جويجه ب 600 درهم وكاينين هادو على التوقات، اللهم يسير. كدا ولا مين؟ خير صافي صافي اللهم بارك. بالنسبة لهذا شحال عنده؟ عنده اخويا شي سبعة شهور. سبعة شهور عادي. هذا قرع؟ وهذا شمن كلاب كنت حاط فيه؟ ويداني الثمن ديالو شحال؟ 400 الثمن ديالو هو 400. هذا قلنا قرع ما عنده سبعة شهور. بالنسبة للميسو؟ ميسو 500. ميسو 500، ميسو شمن كلاب فيه؟ ويداني غيكون فيه العيوب لا بد ضروري يعني الثمن العيوب اللي فيه ما ها؟ العيوب شمن عيوب فيه؟ طيب بالنسبة للبيو؟ البيو 150 هذا مكلف. شحال عندك تقريبا؟ عندي شي 4 شهور. 4 شهور قلت لي مازال عندك الطويرة مع السوق مش تقدر؟ راه مع السوق ما تقدرش انك تجيب كل شيء. هذاك الشيء اللي كاين البرد اخويا. بالنسبه للنمره؟ صفر سبعة صفر تسعة صفر تسعة 28 56 13 11 في الاخر اللي هو شي حاجه النمره والله ما يسير الجامع. الله يهديك الانس. السلام عليكم. السلام. غيبة أخويا ما تتعيط ما تسول. هو أخويا ليلى. هذا اللي ما قلنا تباع ياك ولا مين؟ جوج متباعو؟ هذا اللي من هو اللي تباع؟ هذا هو اللي تباع. بالنسبة لهذا؟ واش هذا الجنح وطيح ولا هو اللي هي خاصها تبيع الثمن ديالو شحال؟ الثمن ديالو 800. بالنسبة للنمرة؟ هذا قلنا اصل الجدار. صفر 6 صفر 5 صفر 8 49 94 اللي بغا شي حاجه النمره والله ما يسير الجامع. قلنا الجدار هذاك سير الله مو يسير حسن. هنا هادو قلنا نشاوي هنا نشاوي اخويا. هادو شحال عندهم؟ هادي راه عندها تقريبا شي عام زيتونية هادي جدرة. هادي اللي هادي عندها شحال عام قلنا؟ عام. الاخرين؟ عندهم عام تقريبا. الثمن ديالهم شحال؟ 200 درهم. الثمن هو 200. هادي راه كتعب القنبات. هنا هادي اللي زيتونية اخويا كتعب القنبات. بالنسبة لشنو عاوتاني كاين؟
هذا خويا يوسف خلينا انت تكلموا ان شاء الله. هذا تيتكلموا هذا سعر الثمن ديالو شحال خويا؟ عندو عامين 400 درهم 350 الا بغا شي واحد. 350 هو البيع ديالو. هذا شحال قلنا عندو؟ عندو عامين. بالنسبه لهنايا نقولوا الاثمنه وبما تكلموا ندير لهم شي فيديو ان شاء الله. 600 درهم للواحد. 600 للواحد قلت لي هادو راه داوين اخويا هاسا. داوين قرع. هادو راه قرع بالنسبه للنمره. 06 51 51 73 94 19 اللي بغى شي حاجه النمره والله ما يسال جامع الله يهدي خويا. هاي دير ها هكا اش عندو خويا عبد الله هذا؟ عندو عام طالب عامين. طالب عامين. قريه. هذا اصل قرعه. الثمن ديالو شحال خويا عبد الله؟ 1800 ولد ديالو. الثمن ديالو خدام مع الكنار وخدام مع مقلي عنده 5 سنين. هذا عنده 5 سنين. عنده 5 سنين خدام مع الكنار وخدام مع مقلي عنده 5 سنين. شمن اللون ديال الكنار هذا خدام معاه؟ اللون ديال جاسبي. جاسبي. تاوي ديال جاسبي. الثمن ديالو شحال قلنا هذا الجدار هذا؟ 1500 درهم عنده 5 سنين هذا كيبقى 1300 1500 عنده عام طالف عامين طالف عامين هذا 1200 ياك النمرة خويا عبد الله؟ 06 17 21 44 83 اللي بغى شي حاجة النمرة والله ما يسال الجامع الله يهديك ديال البنجر الشباط اللي باغي يخدم تيجمع بلاش هيجر الثمن ديالهم هو 500 درهم للواحد الثمن ديالهم هو 500 راه في الباك ديالهم كنت الله يحفظك انا ويوسف الراس لا 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 الناس ديال الفيديو لا خويا اخي علي امين اتفرج نبيل باغي كومبي باغي يموت شاج لا 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 ماشي ولا بيت استعداد يلا عطاك له عطاك له عطاك له اليوم سد عليهم حيد سد عليهم بعد منه حيد بعد منه حيد حيد عليهم الفوطوات منه هاو اخوي هاو اخوي اسمح لي هاو اخوي اسمح لي اخوي الله يحفظك يلا اخوي يلا اخوي يلا اخوي يلا واشكر قول لحيا عندك يا بني زقلو 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 ما عاد كلوش زقلو اي عبل لي البنان غادي بوكسور هذا راه عندهم ميداليه اسكندر تكون بينكم بين ونبيل اسكندر ما اي 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 لا قفز ديالو ولا بك ياكل ما على بالوش لا زعما قلت لك شوف قفز مالا ديك طريح لا تسد اختي خاطرك هادو شحال عندهم هادو؟ ولا اي 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 وي وانا بين مال انا بالنسبه هذا اللي عنده شباكات ديال من ديالك انا بيل ولا؟ انا بيل هذا الثمن ديالو شحال؟ نمشي للبيع نمشي للبيع
بالنسبة قلنا كاين واحد طوير اخر ياك، كاين طوير من غير القفوزة. بالنسبة لهذا شحال عنده؟ 3 سنين اخويا. عنده 3 سنين. داس له قراع ولا شحال؟ لا قراع كوبلور. كوبلور الثمن ديالو شحال؟ كيبقى ب 700 درهم بلا طويل اخويا. الثمن ديالو كلام فيها زوين تبارك الله، اللي بغى يتسنط ليه. يعني اللي بغى يجي يتسنط ليه. بالنسبة للنمرة نعاودوها. نمرة اخويا 044 72 اللي بغى شي حاجة النمرة والله ما يسال فيها معاه الله يهديه. شاد شاد ديك شاد 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 عبد الله ولا عبد الله عبد الله عبد الله عبد الله هذا شحال قلنا عنده؟ عبد الله شحال عنده هذا؟ شحال عنده هذا؟ هذاك اللي هذا عند ولد العام. ولد العام؟ اه. الثمن ديالو شحال؟ هذا شي بقى ب 1300. 1300. والاخر قلنا بما دوار كنا درنا الفيديو. اها ان شاء الله.
واحده ديالو هذا شديتو هذا شدينا بهاكا ياك نعاودو النمره خويا عبد الله فين دابا نيش دابا شوف 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 لا خويا هذا هو اللي قلنا 1300 هذا قلنا لا هذا هو 1300 هو هذا الشيء الزرقاء هذا 1500 درهم هذا الزرع عنده 5 سنين عادل عادل ياش ديال لي فيها ديال لي فيه صافي ديال لي ياش ما كلاموش بارك الله مني كيبدا يتكلم دابا الطيور اخويا راه كاملين دابا على ياش ضروري غتسافر لهم هاد الطياره هادي هذا قلنا جدار عنده 5 سنين ياك 5 سنين هذا فيش كوبي مع الكنار وكوبي مع الجار قولي عندك الخرع انا فيت منهم كوبي مع الكنار ومع جاسبي مع الكنار جاسبي ومع المقني بالنسبه للنمرة خويا عبد الله 06 14 21 43 اللي بغى شي حاجه النمره والله ما يسال جامع الله يحفظك خويا سلام يا خويا مصطفى يوسف بخير حياتي صحاب الله يحفظك اللهم بارك نبداو بهذا مرحبا بالنسبه لهذا خويا مصطفى هذا فيولي كلاسيك مدريسي فيولي كلاسيك مدريسي مرحبا فيشه الثمن ديالو شحال هذا 500 تقريبا اقل منه كاين حتى الهابط 350 درهم نورمال كاين 400 درهم كاين 450 يعني على حساب على حساب مستوى ديال الطير هنا الكنار الكنار اخويا ديك المزيك نتيوا 120 ما تبقى غالبيا تاوي كاين جوج كره اللي كره غلات تما كره اللي كره غلات ما تبقى 100 درهم ما تبقى 100 بالنسبه هنا البيض 130 بلونغريز 120 هذاك هذاك الدم ديال تيمبرادو 110 110 هنايا نتيوا ديال الفيشر واجده شحال الثمن ديالها؟ ديالها هو 150 150 هنا كوبله ديال الروج نتوما بالي دكار نورمال البيع ديالها هي 400 درهم 400 بالنسبه للنمره اخويا مصطفى 06 99 99 03 03 29 29 81 81 اللي بغى شي حاجه على النمره والله ما يسال جمال الله يحفظك خويا مصطفى الناس لاشين اليوتيوب ديالي الناس تابعونا معنا ماشين طيور طيوركم هذا البراند ديالو ها يعني كتبوها باللغه الفرنسيه باش طلع ياك ها الله ما يسر الله يحفظك خويا مصطفى زكريا زكريا ها واو واو لا زكريا 1400 شيء عام في ناس شيء جارو انا طلعنا 50
قهوة هايجة عندها خمس شهور راه هايجة تبارك الله الله يحفظك ليا الله يحفظك زوينة تبارك الله أتسد عليها ثم تتكلم شحال عنده لا هي راه أصلها قرعة خلو لا لا زكريا شحال عنده؟ شحال عنده هذا؟ عامين الثمن ديالو شحال كتقول؟ 1400 الثمن ديالو 1400 هذا راه قلنا الجدر عنده عامين الثمن ديالو هو 1400 جدار ياك جدار 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 عنده عامين بالنسبة للنمرة خويا زكريا النمرة 06 46 41 43 76 اللي بغا شي حاجة النمرة والله ما يستجاب هذا شحال قلنا حسن هذا؟ هذا تبقى ب 600 هذا الجنة واش قلنا؟ هذا شهر 6 بالنسبة لهذا؟ هذا كنوريو انا معك انا معك راه كيخزن باقي كيخزن يعني باقي ماشي كلام هذا خويا يوسف حتى هو السنه هو البيع ديالو صوت الصورة وجمال نعود النمرة خويا حسن 06 51 73 94 19 اللي بغا شي حاجة النمرة والله ما يسال الجمال الله يهديك خويا حسن ملي كنقول اخويا يوسف يعني راه داوي يعني داوي اللهم يسر اخويا حسن.